وصل إلى مملكة البحرين اليوم فخامة الرئيس الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة للمشاركة في الدورة العادية 33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي تستضيفه مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبل فخامته سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة. كما كان في الاستقبال معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والسفير خالد أحمد المنصور رئيس بعثة الشرف.